بسم الله الرحمن الرحيم. شوفوا شوفوا ان شاء الله بخير. اليوم موضوعنا عن linear dependent and linear independent. linear combination لو كان عندي هذا الدوال f1 to fn be a function in a given space. لو كان عندي هذا الدوال an expression هذا الدوال معامل مالتها C1 مع ال F1 وإلى Cn مع ال Fn. اللي نقول عندنا C1 to Cn are unknown, قيم غير معروفة يعني غير معلومة. فالقيم C هي ثوابت أو معاملات للfunctions. هذه الثوابت راح نعتمد عليها الحل. هذا الصيغة هذا الاكسبريشن نسميه linear combination is called linear combination of f1 to fn. فعندنا حال قلنا بالاعتماد على القيم السي قيم هذه المعاملات. الحالة الأولى عندنا يكون الحل trivial solution linear combination اللي هي من عدة يعني ما أقدر أحصل على حل إذا كان if c1 to cn are not all equal to zero. Are all of them. قلنا trivial solution إذا كانت جميع قيم C هي zero. وعندنا الحالة الثانية non-trivial اللي هي من خلالها أقدر أحصل على حل linear combination if c1 to cn are not all equal to zero. بال non-trivial solution ممكن أحد القيم السي تكون زيرو لكن مو جميع القيم. اذا كان جميع قيم السي هي زيرو فهذا الحل هو شنو trivial solution. f1 f1 to fn are linear dependent if some non-trivial solution linear combination of f1 to fn equal to zero. Otherwise
لو كانت يعني الحل هو نون تريفيال فراح يكون هو شنو لينيري ان ديبندنت، والا اللي هو يكون بعضها ممكن تساوي الى صفر. otherwise f1 to fn are linearly independent. لاحظ هذا المثال يفتهم الموضوع. example 1 the function x minus 1 x plus 1 and x are linearly dependent. هذه المعاملات نقول عليها linearly dependent عندما تكون مثلا هذه القيم، هذه x1 x minus 1 معاملها c 1، وعندما تكون هذه x plus 1 معاملها 1، وعندما تكون هذه x معاملها سالب 2. بينما لو أخذنا بنفس الـ space in the same linear space the function عندي هذا الدوال one x x تبقى هذه الدوال راح تكون linearly independent. إذا كانت since c1 اللي هو المعامل الواحد و c2 معامل x و c3 معامل x تربيع يساوينا صفر. only if قلنا بالtrivial solution لازم تكون كل قيم c1 و c2 و c3 شنو زيرو. فالحل ينقسم الى قسمين، الحل اما هو تريفيال او نون تريفيال سوليوشن. اذا كانت القيم الثوابت c1 و c2 و c3 صفر فهو تريفيال سوليوشن و اندبندنت لينير لينيرلي اندبندنت، واذا كانت قيم ال c1 و c2 و c3 مو كلها صفر او احداها صفر والبقيه لها قيم فهو نون تريفيال سوليوشن و لينيرلي ان dependent. Example 2 show that the vectors v1 1, 2, v2, 0, 1, v3, 0, 0, 1, are linearly independent. صيغ هذا ال vectors هذه راح نخلي معها c1 واحد واحد اثنين و c2 للvector الثاني واحد صفر واحد و c3 للvector الثالث اللي هو زيرو زيرو يساوينا زيرو. ف
فهذه ممكن أحولها بصيغ معادلات. يعني هذه المعادلة الأولى C1 في 1 C1 و C2 في 1 C2 و C3 في 0 ممكن ما أكتبها تساوي لنا 0. هذه معادلة أولى. معادلة ثانية C1 في 1 C1 زائد C2 في 0 ممكن ما أكتبها زائد C3 في 0 هذه تساوي لنا شنو؟ إذا C1 يساوي لنا 0. راح أعوضها بهاي المعادلة الأولى راح تكون عندي قيمة C2 تساوي 0. معادلة ثالثة C1 2 C1 بلس C2 بلس C3 إيكوال تو 0. قلنا من هذه المعادلة قيمة C1 تساوي 0، من هذه المعادلة قيمة C2 تساوي 0. إذا قيمة C3 شو تساوي لنا؟ تساوي لنا 0. عندما يكون قيم المعاملات C1 و C2 و C3 تساوي لنا 0، فإذا الحل هو شنو؟ Trivial solution. عندما يكون Trivial solution فإذا هو شنو؟ Linearly independent. مثال آخر example 3. show that the vectors are linearly dependent. عندنا V1 يساوي 3 0 2 و V2 2 سالب 1 1 و V3 5 2 4. since عندما there are three vectors in three dimensions. ما يكون هي عندي three vectors بالأبعاد الثلاثة space الأبعاد الثلاثة. من هذه ال vectors the matrix راح يكون the matrix is اي الفكتور الاول 3 0 2 والفكتور الثاني 2 سالب 1 1 الفكتور الثالث هو 5 2 4. هذه يعني بصيغة اي سي equal to 0. فهذه مع مصفوفة الاي وقيم السي هي C1 C2 و C3 تساوي لنا 0 0 0. عندما استخرج الديترمنت لهذه المصفوفة راح نلاحظ we found that determinant A equal to 0. المحدد لهذه المصفوفة هو 0. therefore the vectors are linearly dependent. The equation C equal to 0. Becomes تصبح هذه المعادلات طبقا لهذه المعامل المصفوفة 3 C1 زائد 2 C2 زائد 5
C3 equal to 0 معادلة الأخرى 0 C1 ممكن ما أكتبها سالب 1 C2 زائد 2 C3 equal to 0 معادلة ثالثة 2 C1 زائد 1 في C2 زائد 4 C3 يساوي نصف. راح نستخرج ممكن نستخرج القيم راح تكون C1 قيمتها 3 و C2 قيمتها سالب 2 و C3 قيمتها سالب 1. بالمحاضرة مكتوب عندك الهومورك، حاول يعني تحله. ايضا عندنا موضوع singular matrix، singular matrix a square matrix A having inverse is non-singular if determinant لا يساوي determinant المصفوفة هي مثلا A لا يساوي صفر. إذا كانت يعني المصفوفة determinant مالتها لا يساوي صفر فإذا هذه المصفوفة هي non-singular. A square matrix A having no inverse ما لها مقلوب inverse is said to be singular for given system of linear equation. عند هاي الحالة راح إذا كان singular راح تكون شنو ولا A X سوينا 0 where A is N في N matrix يعني مصفوفة غير محددة 2 في 2 3 في 3 and x is on n dimensional vector. with unknown elements x1 to xn then the system has non-trivial solution اللي هي عاد ما تكون x لا يساوي صفر او determinant قلنا if determinant a equal راح يكون equal to 0. ناخذ مثال ونطبقه. عندنا حالتين اذا كان determinant لا يساوي صفر فهو non singular، والحالة الثانية إذا كان determinant عندي يساوي صفر فهو singular matrix يعني مصفوفة منفردة أو غير منفردة يسمى. example let A 2 سالب 1 2
ثلاثة اثنين سالب اثنين واحد سالب أربعة ستة and x equal x small y z. Then ax راح يكون يساوي صفر is equivalent to the system of linear equation. المعادلة الأولى هي عبارة عن اثنين x سالب y زائد اثنين z يساوي نصف بهذه الصيغة. اعتمادا على هذه الصيغة اللي هي a x يساوي صفر. المعادلة الثانية هي ثلاثة x زائد اثنين y سالب اثنين z يساوي صفر. والمعادلة الثالثة هي x سالب أربعة y زائد ستة z يساوي صفر. determinant هذه مصفوفة مصفوفة a اللي هي اثنين سالب واحد اثنين ثلاثة اثنين سالب اثنين واحد سالب أربعة ستة يساوي صفر. إذا بما أنه قلنا المصفوفة هذه الديتيرمنت مالتها يساوي صفر the above system has non-trivial solution. The square matrix A has called قلنا إذا كان determinant يساوي صفر نسميها singular matrix وإلا otherwise it's called نسميها وإلا إذا ما كانت determinant يساوي صفر نسميها non singular. الموضوع الأخير singular point. singular point هي القيمة اللي عدها تكون المصفوفة الثانية تساوي صفر. singular point value of x such that px يساوي صفر اللي هو معامل المصفوفة الثانية is called المشتقة الثانية عفوا ليس المصفوفة الثانية is called singular point or singularity. singularity of singularity of differential equation. يعني لو كانت عندي هذه المعادلة px المشتقة الثانية qx المشتقة الأولى زائد rx py يساوي صفر. ناخذ مثال example for the differential equation x واحد ناقص x مشتقة ثانية ماينص اثنين x
زائد واحد مشتقة الأولى زائد ثلاثة واي يساوينا صفر. القيم اللي راح تخلي لي هذه تصفر لي هذه القيمة المشتقة الثانية هي اكس يساوي صفر و اكس يساوي واحد are both singular point اللي هي قلنا عدها راح تصفر لنا المشتقة الثانية. any other values of x for على سبيل المثال اي قيمة اخرى للقيم من قيم x ما راح تكون راح تعتبر شنو نون سنجولر. يعني مثلا x يساوي لنا نص او x يساوي لنا 3 x يساوي لنا 2 فهذه القيم شنو نسميها r نون سنجولر or ordinary او يعني نقاط اعتيادية ordinary points. حاليا خلصنا ان شاء الله هذه المحاضرة. اذا عندكم اي سؤال استفسار ان شاء الله نتناقش بالكلاس روم. شكرا جزيلا.